إيطاليانو، كل ده يطلع من المكرونة. طيب هنعمل المقلوبة، بس هنعملها بأسهل وأسرع طريقة زي ما احنا متعودين في البرنامج. بدل ما نقعد نحط الطبقات ونتحير ازاي بعد كده هنقلبها ونسيبها 10 دقايق الحلة عليها ونجيب طبق معين وحلة معينة ما يكونش ليها ارتفاع وكل التفاصيل دي، احنا هنعملها بأسهل طريقة. هنعملها باللحمة، ممكن تعملوها بالفراخ وممكن تعملوها من غير لحمة وفراخ، وممكن تستخدموا فيها بواقي اللحمة والفراخ المسلوقة عندكم. عندي بتنجان رومي متقطع مكعبات مقلي، بطاطس متقطع مكعبات مقلية، رز بسمتي منقوع ومغسول ومتصفي، ملح وفلفل، قرفة عيدان، قرنفل صحيح، زيت ذرة، بصل شرايح، طماطم شرايح، لحمة متقطع مكعبات صغيرة جدا، حبهان بودرة، بتنجان شرايح مقلي ومتقطع رفيع خالص، مكسرات صحيحة وهنحمصها دلوقتي مع بعض، أو ممكن تستغنوا عن المكسرات طبعا. طيب أول حاجة هنعملها، سخنا الحلة كويس جدا، هنحط معلقة الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكيد ممكن تستخدموا سمنة أو زبدة لو أنتوا حابين، بس أنا مش حابة لأن احنا أوريدي محمرين البطاطس والبتنجان، فخلاص كفاية. وعشان كده هنا حطيت نص معلقة بس يا دوبك اشوح بيها. هنستخدم اللحمه، وممكن نعملها بدبابيس فراخ برضو، لكن احنا لا انا بلغت بقى، ما تخلنيش بقى اقول لك ايه. ممكن دبابيس فراخ، ممكن فراخ كامله، وممكن لحمه. احنا قلنا نعمل لحمه ليه؟ عشان عملت بالفراخ امبارح الكبسه، فعشان كده قلت نعمل المقلوبه النهارده باللحمه يعني على سبيل التغيير. طيب يبقى حطينا نص معلقة زيت ذرة، وحطينا لحمة متقطعة مكعبات رفيعة جدا زي ما انتوا شايفين كده، هنحط عليها التوابل، ملح، فلفل اسود، ودنيا معانا على التليفون. حطينا الملح، الفلفل، حبهان بودرة، قرنفل صحيح، قرفة عيدان. بدأت تتحمر، أقوم منزلة عليها البصل، بصل متقطع شرايح رفيعة خالص وني مش متحمر يعني، أهو. وأقلب كويس جدا، وأجيب الرز. ينفع على فكرة رز مصري، احنا بنستخدم الرز البسمتي لانه عادة الوصفة دي وصفة خليجية وتتعمل بالرز البسمتي، والرز البسمتي من مميزاته انه بيرمي كميات كبيرة جدا. يعني لو عملت كوبايتين رز بسمتي هيعملوا لي سيرفيس قد كده. واحنا مقطعين اللحمة دول على فكرة قطعتين بالظبط من اللحمة قطعناهم رفيع خالص، فالوصفة مش مكلفة. لكن طبعا لو مش متوفر وعايزين تعملوه بالرز المصري مفيش مشكلة خالص. شوحنا اهو اللحمة مع البصل مع التوابل، هنزل الرز، وأقلب ملح وفلفل وحبهان قرنفل وقرفة صحاح. شوحناهم الأول مع اللحمة، وبعدين نزلنا البصل، وبعدين نزلنا دلوقتي الرز، ومش هقلب فيه كتير عشان ما يكسرش مننا. أنزل بقى الخضار، البطاطس، البتنجان، ممكن طبعا تحطوا قرنبيط للي بيحب مقلوبة القرنبيط. وهحط شرايح الطماطم، بعد كده هنقوم منزلين المية السخنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنسيب الرز يستوي،
بنفس طريقة تسوية الرز العادية خالص. غلوة على نار عالية جدا من غير الغطا، أغطي أخد غلوة تانية على نار عالية جدا بالغطا، وبعدين أوطي وأسيبه لحد ما يستوي. في الوقت بقى اللي هو بيستوي فيه هنقوم إحنا جايبين القالب أو الصينية أو الطبق أو البولة اللي إحنا هنستخدمها. هحط المكسرات، وطبعا طبعا المكسرات اختياري، يعني ممكن ما احطش مكسرات خالص. وهرص البتنجان، ونخلي بالنا ان الرصه اللي احنا هنعملها دي هي الرصه اللي هتظهر على وش الطبق لاننا هنقلبه، فنهتم ان احنا نرص كويس ونقفل البتنجان على بعضه علشان ما يرجعش بعد كده يفتح مننا والرز يقع منه. احنا عاملين كل ده علشان نسهل القلبة بتاعة البتنجان او بتاعة المقلوبة. نقفل كده الاطراف كويس، وبعدين نبتدي نرص هنا برضو ونقفل الايه البتنجان على بعضه. اما تستوي المقلوبة هنحطها هنا في القالب ونضغط عليها كويس جدا لحد ما الرز يمسك في بعضه، ونقوم قلبينها. يبقى عندنا مقلوبة بأسهل وأسرع طريقة، مفيش أسهل من كده. إيطاليانو، كل ده يطلع من المكرونة.